بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، نحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن أجل النعم التداوي بكلام الله جل وعلا. من أجل النعم أن يجعل الله سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء من الجن والشياطين لينا بكلامه سبحانه. من أجل النعم أن تشفى الأسقام والعلل القديمة والعظيمة والمعقدة والمستعصية التي عجز عنها الطب والأطباء حقيقة بكلام الله جل وعلا. هذا نور من الله وفتح من الله وهدى من الله، يهدي لنوره من يشاء سبحانه جل في علاه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. نعم، رأينا بفضل الله تعالى وسمعنا وعاينا المعاناة والشدة والإصابات التي استمرت في الأسلاف والأجداد والأبناء والأحفاد سنين طويلة، وبفضل الله سمعنا قبل البدء مبشرات بفضل الله تعالى وهي حقيقة. أسأل الله تعالى أن يديمها نعمة وأن يحفظها من الزوال، اللهم آمين آمين. الأم بفضل الله لأول مرة تستطيع أن تمد كفها ويدها دون آلام، وأن تختفي آلام الرأس بفضل الله جل وعلا استمر سنين وأعوام. الوسواس الذي كان يقهر الإبنة بشكل عظيم جدا اختفى كما قالت ب90% في جلسة بفضل الله تعالى بنور من الله عز وجل. خرج في المنام بعدما أسلموا بفضل الله قبل البارحة، في المنام ترفع الأم سجلوها في ظلام الليل وهي في منامها ترفع التوحيد ولا تعلم أنها كانت رافعة التوحيد في سواد الليل وظلام الليل وهي في نوم عميق جدا. الابن أيضا ترفع التوحيد وتنتفض القدم وتشعر بالخروج بفضل الله من قلب أخرى، يد ترفع التوحيد في المنام بالليل والأخرى تخرج الجن والشياطين بفضل الله جل وعلا. أمور عظيمة تحقق بفضل الله تعالى في إسلامهم، فالإسلام له صدق وعلامات ودلالات. قالت الإبنة لأول مرة وعمرها الآن ربما 22 سنة، لأول مرة أشعر بسكينة في البيت كأن بيتنا كان دائما فيه الناس والأفراح والعزوم والضيوف، ولأول مرة أشعر بالبيت بسكونه والسكينة فيه، شعرت بالوحدة كأن كان هناك من يؤنسها ويؤنسها بضجيج وعويل وصراخ. نعم إنها حقيقة. اليوم بإذن الله قد سمعنا الكثير واقعا وعاينا في شفاء وبسم ودواء وفي حركات إسلام وخروج بفضل الله تعالى، ولازم نواصل السير بتوفيق الله جل وعلا وأمام الملك بجلسة الملك. لكن الملك صعود ما فيه الآن صعود ملك ليس الملك الذي على الإسلام، إنما القدم على القدم
مع تحد في إسلامنا وإيماننا. اليوم بإذن الله جل وعلا نواصل السير الطاعات لله تعالى. ومن أعجب ما سمعته من الوالدة قبل البدء بدقائق أن والدتها أي الجدة توفيت عمرها فوق 100، وحينما كانت فوق 100 ذهبت عند الطبيب أو الطبيبة، وزوجها توفي قبل 40 سنة، الجدة فوق 100 وزوجها توفي قبل 40 سنة. ويقول الطب والطبيب بتقارير طبية صريحة: إنك حامل والجنين حي كامل حتى أنه بشعره واضح الصورة والمعالم. حتى أن الطب خيرها فاختارت أن لا يكون هذا الجنين في الحياة، يبقى في بطنها كما اختفى بسحر طوال عقود قبل وفاة زوجها 40 سنة. ب40 سنة قررت أن يبقى في بطنها حتى ماتت. وكانوا يلبسون حركاته ويلبسون شكله وجمجمته ويده وقدمه في بطنها من غرائب الجن والشياطين التي نسمعها في كل وقت وفي كل حين، تدل على إصابات عظيمة في الأجداد ثم في الأبناء والأحفاد. وقد جل الله الخير وكان دائما يرون الحمام ميتا كأنه مكفل محمطح، كأنه مرمي بسهام، كأنه جماد يرمى ميتا قتيلا. وقد بينا هذا وشرحناه، وهو الأمر الذي به كانت علة البيت، بل سهام من في البيت، بل أصحاب من في البيت، بل تحدي وتجديد لجان مرصود على البيت. وحينما كانت الموعظة والرقية بصوت عال داخل البيت أسلموا لله ومنهم خرج لله، وتجلت الشفاء والدواء في علل كانت معقدة عقود وأعوام. قالت الأم: لأول مرة أنام نوما كنت أتمناها سنوات، الطب عجز أن يعطيني هذا النوم. لأول مرة تقول نمت هذا النوم مع راحة وطمأنينة، قد لم أعد نفسي نوم عميق براحة. وفي ذاك النوم الذي كان عميق براحة سجلها الأبناء في ظلام الليل، وقرأت الفيديو ترفع التوحيد وهي نائمة لأول مرة بعدما أسلموا قبل البارحة. هذا يدل دلالة أن هناك صراع بين الإسلام والماسونية كما نراه الآن مع الملك في جلسته. قال الشاب: أحس بشيء بداخلي يقول لا تتبدد بل اجلس على الكرسي. قلت له: إنه إحساس الملك يريد أن يجلس جلسة الملوك، فلن نرده ولن نذله لأن رأينا الخير بفضل الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله حتى هو ومن بقي من الملوك على هذه السلالة وعلى هذا البيت لله عز وجل بالطاعة. نعم الله تترى علينا وتوالى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم أنت تأخذ بالسبب والله يأتي بالغرائب وبالعجب، تعجب يعجب قلبك من جود الله، من فرح الله، من نصر الله، بسبب سهل ويسير وبسيط، إنه كلامه سبحانه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة وفرح وحبوب وسرور للمؤمنين، مغفر وثواب ورفع وأجر في الدنيا والآخرة للمؤمنين إنسا وجنا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى حينما تسمع أن الأم تقول راحة في رأسي، وأول مرة أنا أن يبتغل سنتمي من وسواس الكاري وذلني قومي قد غاب عن جسدي، حين ترى خروج في المنام وقعدت حين في المنام، حين ترى أن الجد كان عندها إصابة من الجان حتى أن البطن كان حامل وهي لا تعلم، حتى أقرب لك الطب سبحان ربي، هنا تعلم أن هذا البيت كان مرصود عند الجن معلوم، كانت ترفع الرايات فيه والأعلام فيه، كانت تجدد فيه، نعم في غيابات، في ظلام، في سواد، في مجاري، في نجاسات،
ولهذا الأبناء والبنات إصابات منذ الصغر والصغر، فكلهم رفعوا الماسونية ويرفعون التوحيد لرب البرية. نعم، أسأل الله تعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين آمين آمين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. الرزاق الله، الغني الله، القوي الله، المحيي الله، سبحانك ما أجلك وما عظمك. وما خلقت الجن والإنس، تذكرت شيئا تقول للوالدة ابنتي تخبرك أن البارح حينما كنت تقرأ الصفات كانت تريدك أن تسيد منها وتكررها، لأنها كانت تشعر بالراحة تنساها في عقلها ورأسها. يعلم منها أنه الشيطان، وقد تبين البارح أن كان فيها شيطان عاشق ملك ماسوني. تأمل، وكانت تكره الخطاب والزواج، وكان يعزلها في البيت. انظر، كل واحد إصابته تختلف عن الآخر، لكنها كل إصابة قوية. وما كان أحد يظن أنه مصاب بالمس الشيطاني والكفري، حتى الإبن ذهب إلى أمريكا فتخرج بمشقة وصعوبة، لكن بعدما رجع تمد له الوظائف لا يستطيع ولا يقوى ولا يقدر. فحوصات الطب النفسي، حتى قال: أصبحت أفهم الأطباء النفسانيين أن يفهموا حالتي. قالوا: حالتك نادرة، 15 سنة أو وهو في الطب النفسي والنفساني يأخذ الدواء ما نفع فيه، العلاجات ما نفعت، حتى صحيفة عندهم يقولون: بالله عليكم، هل دواءكم يجعل هذه التغير في جلدي وفي جسدي وفي جوارحي؟ يقول: ما نعلم. حتى أكبر الأطباء في العظام وفي الجنوب يقولون: هذه حالة لا علاقة لها بذاك بما قرأنا ودرسنا، ابحث لك عن علاج آخر. علم الأمر وكشف السبب. الجن والشياطين من الصبا والسرر على الأم، أن معاناة الأم من صباها وحتى في خطتها وزواجها وبعدها عن زوجها. نعم، حينما كانت تعثر أصيبت بالعين والحسد كذلك على فقهها وعلمها، وعلى كذلك توظف وظيفتها ومالها، وكانت عندها محطات مراحل وأشياء خطيرة كتبتها وسطرتها لنا. أمور مع ما سطرته، لكن ما عيناه وسمعناه وعشناه في هذه اليومين والثلاث شيء عجيب يدل على قوة الأدارس على هذه السلالة وعلى هذا البيت. وما تجلى في يومين وثلاث في جلسة واحدة إلى اليوم أمر يجلي الخير والفضل في مكان استحسان وشفاء بفضل الله جل وعلا. وأقول: نحن في بداية السير، لم نقل قد أتممنا، لكن جل الله البواء المبشرات منذ البداية، جل الله تعالى الخير منذ البداية، والحمد لله رب العالمين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقد سمعنا إسلامهم البارحة، ورأينا الملك كيف وقف وقفة الملوك ويرفع رأس الملوك. فقال الشاب حينما استيقظ: شعرت بلمسة كهربائية، كذلك حينما يكون التيار كهربائي ضعيف نشط الأرض، ضربني من أصابعي إلى ذراعي إلى ساعدي أشعر به خفيفا في اليمين في الشمال، بعدها كأنها جاءت قوة ورفع التوحيد في اليمين وفي الشمال عاليا دفعة واحدة. من أعجب ما رأينا ونراه من ملوك الجن، بعدما أسلم الملك في أقل أجزاء من الثانية ترفع التوحيد عند الأم وعند الإبنة دفعة واحدة، مما يدل أن الكبير كان عند الإبن. فحينما أسلم لله ورفع التوحيد لله رفعوه دفعة واحدة دون أي تأخير منهم أبدا ولو أقل من جزء من الثانية، على الفور والتو منذ أن رفع ابنه الشمال رفع عند الأم وعند الإبنة أيضا، والحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونرى الآن جسد الملك مع رفضين القبضة والقوة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا وارض عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد عائلنا إنسا وجنا،
ولازلنا نؤكد وليعلم عند كثير من الناس أن هناك جنود تصارع بل وجب أن تصلها لسان سائل البشر والحب والرقية وقطع عقدي حتى وإن كانت خارج البدن. شياطين الحسد خارج البدن، شياطين الأسحار خارج البدن، في الأبدان، حول الأبدان، أكد على حول الأبدان، في البيوت وفي الديار، في الأركان، وهي قوية عظيمة. فلا تغفل نطقها ورسائلها ودعمها وفكها وحلها وهدايتها وإسلامها بفضل الله جل وعلا. الله الهادي لكن شعست في رسالتك، فحينما ترسلها بسهم، ترسلها باسم، ترسلها بإشارة، فإنها تضيء نصبها وتعلم أنها تأيها وتعلم وأنك تقصرها بفضل الله في يومها. والحمد لله. أقول لأهل هذا البيت لمن عاشوا في أركانه وفضائه وهوائه ومائه، أسلموا لله سبحانه وتعالى. من كانوا على الأبناء والذرية تعايشوا معهم منذ نعومة أظافرهم، منذ الولادة، في الرضاعة، في الصبا والصغر، عند البلوغ، في الشباب، في المراهقة، في النضج، في العلم، في التخرج، إلى الآن، أقولها لهم جميعا، أسلموا لله سبحانه وتعالى. كل واحد يعلم سر البدن، كيف صاحبه، كيف لامسه، كيف عشقه، كيف آذاه، كيف أحبه، كيف عثره، كيف وفقه، كيف رفعه، كيف وضعه. يعلم سره وقربه، يعلم جهره وسره. رسالتي إلى كل أمة انفضعه من الجن والشياطين في البيت أو رجل كبير معمر، شيخ عجوز أو شاب قوي أو ملك الملوك أو شيطان أو ساحر في البيت، أقولها لمن جاءوا بسحر الفراعنة والأفاعي والكبرى، لمن جاءوا بالأمومياء والأهرام والأهرامات، لمن جاءوا بأسحار الأقباط والنصارى، إني أذكر كل ملك كبير تاجه بأفعى، من يشينه بأفعى، حراسه بأفاعي، إني أذكر خدام وحراس وشياطين وملوك وسحرة لسحر الفراعنة، بسحر الفراعنة، بسحر الشيعة والمجوس والنار، بسحر الأقباط والنصارى واليهود، بسحر الأفارقة، بسحر الأفاعي والحيات، بكل أفعى عظيمة، كبرى عظيمة، ثعبان عظيم، إني أذكرهم طاعة لله جل وعلا. أذكر بإذن الله سبحانه وتعالى كل من جاء إلى البيت فآذوا أهله وآذوا النسل والذرية، أسلم الله عز وجل. أنت الذي تراني الآن، أنت الذي تراني، وأنت أنت الذي تراني، إني أذكرك إن كنت تراني ولا أراك فالله يراني ويراك، إن كنت تراني ولا أراك، إن كنت تراني ولا أراك فإن الله يراني ويراك، إن كنت تراني ولا أراك، إن كنت تراني ولا أراك فالله يراني ويراك. وما أجلها من قاعدة ومن ضابط، وما أجلها من قوة، فالله يراني ويراك. ألم يعلم بأن الله يرى، إني معكما أسمع وأرى. أقولها لأهل البيت، أي نعم، عشتم في البيت سنين، عشتم في البيت، بل جعلتم أهل البيت هم الضيوف في البيت، أنتم أصل البيت، أنتم القوة في البيت، أنتم القيود في البيت، أنتم من لكم الفرح والمتعة في البيت، أنتم من لكم البهجة والسرور في البيت، وأهل البيت من الإنس لا حق له في هذا. العهد عظيم، الوعد عظيم، السحر عظيم، السلاسل عظيمة، الأقفال عظيمة، العهود عظيمة، في عالم عظيم، وهذا العالم هو عالم خلقه الله. الحمد لله رب العالمين. معشر الجن، 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 معشر الجن،
معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن اسمعوا وعوا معشر الجن معشر الجن معشر الجن اسمعوا وعوا منكم ما أسلم لله في البيت منكم ما أسلم لله في الأبدان والبيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن منكم من أسلم لله في البيت منكم من أسلم لله في الأبدان والبيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن منكم من أسلمت لله في الأبدان والبيت منكم من أسلمت أسلمت آمنت لله في الأبدان والبيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن منكم من أحسن لله في اليقظة والمنام في الأبدان والبيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن اجعل البيت أمانة اجعل البيت أمانة 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 لله أمانة بالسلم أمانة بالإسلام أمانة بالإيمان أمانة بالإحسان أمانة معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن في الأبدان والبيت سركم عظيم على البيت في الأبدان والبيت على الأبدان والبيت في الأبدان والبيت على الأبدان والبيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن هلموا إلى رحمة الله هلموا إلى رحمة من الله هلموا إلى رحمة الله هلموا إلى رحمة من الله معشر الجن معشر الجن في كل مكان في البيت في كل مكان في البيت في طوابق البيت في غرف البيت في أركان البيت في زوايا البيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن سكنتم سنين على الأبدان والبيت في الأبدان والبيت في الأبدان والبيت بالقوة باتحاد وقوة في الأبدان حول الأبدان خارج الأبدان بحسد في الأبدان حول الأبدان خارج الأبدان بسحر الشيطان بسحر الشيطان في الأبدان حول الأبدان خارج الأبدان قوة للأبارسة قوة قوة للأبارسة قوة على الأجداد قوة على الجدات قوة على الأجداد قوة على الجدات قوة على الآباء قوة على الأمهات قوة على الأبناء قوة على البنات قوة معشر الجن معشر الجن في البيت في البيت ملوك في البيت ملوك في البيت ملوك في البيت قادة في البيت قادة في البيت أبارسة في البيت أبارسة في البيت سهرة في البيت سهرة في البيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن ربنا وربكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم الله إلى من طاف في البيت غاص في البيت ركض في البيت تشكل في البيت سالم في البيت حارب في البيت بألوان في البيت بأصوات في البيت بأشكال في البيت بأديان في البيت معشر الجن معشر الجن ملوك 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 في البيت ملوك في البيت ملوك في البيت ملوك في البيت معشر الجن معشر الجن معشر الجن خدام البطن
سهرات رمضان خبان البطان سهرات رمضان من لهم سر على النسل من البطان سحر من البطان سحر من البطان سر من البطان سحر من البطان سر من البطان حول الأبناء من البطان على الأبناء من البطان على الأجداد من البطان على الآباء من البطان على الأمهات من البطان على الأبناء من البطان معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن معشر الجن ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى كل كبير في هذا البيت مع زوجه وأبنائه وذريته وأسله وسلالته أعمر البيت على الأجداد والجدات والآباء والأمهات والأبناء والبنات إلى كل جنين وشيطان يسمع الآن ويراه علم أن البيت أصيب في أن البيت قيم لذة ومؤسا وفرحا وسرورا وأن السر يرجع إليه مع رؤيته وحاشيته يعلم الآن في قوت نفسه السر الأول الذي هو جيل البيت وبه اقتحم أبطال بطون وأرحم الأم سكن بطنها أعلن حملها أسقط أجنتها أخر ذريتها كل هذا ما يسلو وما استسلم بل جاءوا بعلو الاسقاط في كبر كسرهم في كبرهم ولا زالوا الان يحاربونهم انه العهد الابليسي الناري والخوي منكم اسلم لله ورفع التوحيد ومنكم اخفى عله واسقامه عيانا بفضل الله جل وعلا ومنكم اخرج لله تعالى كفوا لنا بفضل الله جل وعلا واقولها لله تعالى بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه أقولها لكم بإذن الله تعالى إن الله لا ينزع منكم ملكا بل يزيدكم ربكم جل وعلا غنى وسعة وملكا بدينه سبحانه بقول منه جل في علاه وأتخلقني خلق الله تعالى فضل بك رجال وشيطان وساحر إن السحر حرمه الله جل وعلا وحكم الله عليه بالزوال والبطلان ما جئتم به السحر إن الله سيبطله كبيركم في هذا البيت كبار في هذا البيت جاءوا بأسحار في كله وتد على كل عمود على كل فصلات على كل قرام على كل ركن على كل عماد حتى تذل الذرية وتذل النسل تذل النسل إنها أسحار وأسرار عظيمة جدا فتاتها بين قوى خير وشر وإيمان وكفر في هذا البيت منذ قديم مع صلاح النسل وعقل ونطفة ودم في صلاة واستقامة وحياء وحشمة وخلق كريم النبي لكن الجن الشياطين أبت إلا تذله وتحارب من أجل العقيدة من أجل إسلامه حتى تصد الناس عن فرح بكلام الله وعصب أعياد الله وعن محبة في بر وطاعة والد لله نعم أبت إلا أن تفل قالوا نعم ملوك الكفر وملوك الشر قالوا نعم البيت كان في ظلام كان في ظلمة نعم في عناد وفي شقاء فإن أذكر من جاءوا بأسحار بوذا والتماثيل والأصنام وأذكر من جاءوا بأسحار الأهرامات وعين الشيطان وأذكر من جاءوا بالذبح والدم إلى كل ساحر عليم وشيطان رجيم في هذا البيت نعم يرجو أن تضيع منهن ياشين والتيجان أقول لك إن العزة لله يؤتيها من يشاء وإنه كمن الله يهبه لمن شاء فغيرك آمن فمن آمن بالله جل وعلا رفع قدره على شأنه أقولها لله طاعة لله جل وعلا أقولها لك طاعة لله سبحانه وتعالى فاعلم إن كل إبليس يراقبك ويحرسك سيذل ويخذل ويهان فلا تكن عونا له فإنه لا شك أنه مهزوم مدحور لا شك أنه مطرود محروم فكن عونا لمن جعل الله لهم العزة والنقاء والصفاء والبقاء يعز من يشاء ويذل من يشاء ينتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم هيا إلى الله عز وجل رسالتي وجهها لمن تملك العظام السنين وهي في أطوار التكوين تفقه الكلمة
ولمن تملك الأمة أصلا، تملكها فآذاها في عقلها بآلام وفي بصرها بضعف وفي صدرها بضيق، شوه وجها شوه جمالا شوه قواما شوه وأبرض وأبرض وأعيا وأعيا ومحق، ولا زال يلاحق في الأباء والذرية يقول نعم إننا نلاحقهم حيثما كانوا، إننا نذلهم حيثما كانوا، إننا نوسوس لهم حيثما كانوا، إننا نشق الفتن والمحن حيثما كانوا، إننا نرمي بالتعطيل حيثما كانوا، إننا نسحرهم يقظة ومنامة حيثما كانوا، إننا نجدد لهم حيثما كانوا، مشرقا مغربا نجدد لهم حيثما كانوا، نجعلهم عذاب القبول حيثما كانوا، نجعلهم وسواس حيثما كانوا، نجعلهم الذل حيثما كانوا، نشوه جمالهم، نصور وجوههم حيثما كانوا، فإننا على عهد كان على الأجداد والجدات والآباء والأمهات حيثما كانوا، فهذه الأرض بأسهار أبارسة عليهم نارة عليهم وبالة حيثما كانوا، في شبرها في أرضها في هوائها في ترابها في أثاثها في نعيمها في يقظتها ونومها عليهم وبال حيثما كانوا. الجن والشياطين ترصد البيت لعهد عظيم كفري، وترصد الأبناء والذرية والآباء والأمهات لعهد عظيم كفري، جئناكم بالفضل والهدى والخير، أما رأيتم من أحسن فأسلم، أما رأيتم من أذعن فآمن، أما رأيتم، وهي رسالة ذل وخير، بها نبدأ بإذن مولاي جل وعلا. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله نجعلها في الشمال نجعلها في الشمال، وأعي ما أقول أجعلها على كل الأجساد في الشمال، فإن ركن أهل قبلة وتوحيد أو إلى توحيد وقبلة الإسلام فإن نعلم بفضل الله تعالى من جاءوا إلى ذاك، وجاءوا بفضل الله إلى القوة والخير، جاءوا بالله إلى القوة والخير إلى الشق اليمين بالخير وإلى الفضل بالخير وإلى الهدى بالخير وإخراج الشياطين بالخير، ولكن نرتقي نصل إلى الكبار، نرتقي نصل إلى الكبار من لهم القرار، أي نعم لما قلتها يبتسم ويضحك، لما قلتها قال هكذا ويبتسم ويضحك، لنصل إلى الكبار من لهم القوة في القرار. إذا كان البارحة أسلم من أسلم لله في ثانية وزمة ثانية في نفس الجسد أسلم البقية تبعا، والآن يرفع ويرفع ملك آخر الماسونية مع شرط الملك ويستخف ويستهزئ، فإذا ارتقيت معه فأسلم ثم أسلم الآخرون بعد ما رأينا الشفاء بإسمه علته علل وتحسن وضع بعد هدايته وهداية من كان معه وبجزمة ثانية حقيقة، فكيف إذا أسلم من فوقه كلما ارتقيت وصلت لمن هو أعلى وأقوى، وهي قاعدة لا بد أن تبين. فإذا أسلم هذا فمن وراء هذا، وما هي العلة تشفى بإذن الله، والأوضاع لتحسن تحسن بإذن الله تعالى، وليعلم أنهم قد وصلوا على الأبناء أبارسة، وعلى الأمهات والآباء أبارسة، وعلى البنات أبارسة، وعلى البيت أبارسة. نعم يلتفت هكذا ويبتسم هكذا، أي نعم، ويرقص برجليه وبشماله، نعم، إننا نؤكد بإثم على حراس عين في البدن وحوله وخارجها، وحراس شر وشياطين بإفلاس وذلة وصفار وصغار، إننا نذل من أراد أن يذل الأبدان، بل نقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا الله فاسمع واعلم، قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك
لهم نار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسمع يا الله. اسمع اسمع بالله عليك. الذي يعز من؟ الله. هي رسالة لكل ملك كبير يسكن البيت ويردان. يعني من الذي حلاك بملكه هو الله سبحانه وتعالى. فوالله إن الله تعالى هو الذي قصر أرزاقا وجعل رزقك ملكا. جعل الله تعالى من رزقك ملكا. جعل الله تعالى من رزقك ملكا سواء كنت شقيا وسعيدا مقصود بذلك. إن جئت بأسحارهم فألزموك بها وألصقوك بها وعقدوك عليها وظننت أن بأسحارهم أصبحت ملكا. اعلم أن الملك من الله جل وعلا. فوجب أن نبين كل ثعبان عظيم مبين ساحر عليم شيطان رجيم طيار غواص. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله نجعلها على كل سحر عظيم. نجعلها على كل سحر عظيم للفراعنة عظيم للفراعنة عظيم في الأهرامات عظيم في المقابر عظيم على الثعابين عظيم في الكنائس عظيم. نجعلها على كل سحر عظيم بالفراعنة عظيم بالفراعنة عظيم بالفراعنة عظيم بالفراعنة عظيم بملوك الفراعنة بملوك الفراعنة بملوك الفراعنة بملوك الفراعنة بملوك الفراعنة بملوك الفراعنة بملاك 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 الفراعنة
بثابي هل ثراعنا بثابي هل ثراعنا بثابي الفراعنا بثابي الكراعنا لملوك الفراعنا لملوك الفراعنا على السلالة بسحر الفراعنا بأبالسة الفراعنا بسحر الفراعنا بأبالسة الفراعنا على آثار الفراعنا على آثار الفراعنا بتراب الفراعنا برصاد الفراعنا بأسهار الفراعنا في قبور الفراعنة في مقابر الفراعنة أبالس الفراعنة أبالس الفراعنة أبالس الفراعنة أبالس الفراعنة بالذلة فراعنة بالذلة فراعنة بالجنب فراعنة بالخدام فراعنة بالذلة فراعنا بالذلة فراعنا بالذلة في الأجداد بالذلة في الآباء بالذلة في الأحفاد بالذلة في الأجداد بالذلة في الآباء بالذلة في الأحفاد أبالس فراعنا أبالس فراعنا ملك 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 فراعنا ملك 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 فراعنا جلاهم الله فراعنا جلاهم الله فراعنا جلاهم الله فراعنا ثابت فراعنا ثابت فراعنا ثابت فراعنا ثابت فراعنا ثابت فراعنا ثابت فراعنا ثابين فراعنا ثابين بكاء الثعابين الفراعنا بكاء الثعابين الفراعنا ثابين فراعنا ثابين فراعنا على الأبناء فراعنا على البنات فراعنا على الآباء فراعنا على الأمهات فراعنا أراك بفضل الله تعالى تجلس بجلسة عظيمة وعجيبة تقع القدمين واليدين بالعظمات وتقول نعم سحر الفراعنة أفعابين الفراعنة والتيجان والأوسلة الفراعنة وراء من معك من جند وخدام في الإبنة في الأخت يبكي يذكر كذلك بسحر الفراعنة فالاتصال منصور دائما الكبار هنا على الذكر على البكر على الرجل على البيت صح الله دائما وجعل السهام وجعل الشراك وجعل الخلوق موصوله اصحاب تعدد شعبت ليس عليه فحسب على الاجداد على الاجداد قال نعم على القضاة الاجداد على الاشراف الاجداد قال نعم على القضاة كان قاضيا كان حكيما كان عالما كان وارعا كان زاهدا كان حافظا كان خاشعا على القضاة الأجداد على القضاة الأجداد على القاضي الجد القضاة الأجداد القضاة الأجداد سحروا منذ عشرات عقود ولا زال السحر موصول إلى الآن نراهم يتعلمون في الإبنة يترجعون ويبكون هنا سحر تجلى جديد وهو سحر القاضي الجد القاضي الجد ونرى الملك الكبير يجري جلسة عجيبة قريبة بنظرات شاخصة نعم ويحقق نعم سحر القاضي على القضاة والأجداد على الشرف على الشرفاء على النسل على العرق على العلم على الفقه نعم فآذوا الجد 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 سحر على الجد رحمه الله
وعلى الجدة رحمها الله، ولهذا كانت الجدة تبقى حامل وحملها يبقى مع مدود حتى تجاوز 100 سنة، ويقول الطب لا زال الجنين حيا يتحرك. وقد توفي زوجها قبلها ب40 سنة من العجائب. والآن الملك الزمرق، نعم سحر على القاضي الجد على السلالة والجد، وكذلك يبكي الآخر في الأخت ويئن ويتألم وتشنج وضيق نفس وبكاء، لأنه علم أن السحر قد وصل، والأم أيضا تتأثر بسحر الجد، أسحار الجد، سحر الجد، لأنه قاضي، والقضاة حينها يعدون على رؤوس الأصابع، كان الشرف والفخر في الدين والديانة والأمانة وبلوغ الرتبة للقاضي الذي يقضي بكلام الله جل وعلا في المملكة السعودية هنا. يعرف نسله، أصله، دينه، ديانته، عرقه، بيته، يعرف كل شيء، فأوثي على كل شيء، على زواجه، على وظيفته، على مكانته، على ماله، على أبنائه، على عياله، على بناته. والأم أوثيت لأنها ضعف من الجد، وأبناؤها جميعا، والبيت يرجع إلى قصة تجمعه فتؤذى البيت بما فيه. فجلاكم الله عز وجل بعدما جلاه قبل البارحة بفضل الله تعالى خدام أسحاري وخداما كانوا على غير ديني، على غير الهدى وعلى غير الإسلام، فأسلموا لله سبحانه وتعالى، ولا زال السر موصول، ولا زال كلام الله يصل إليكم، فأوصله بالرحمات والبركات إليكم. هناك قاض عدل في السماء، قاض عدل، إن آذيتم قاضي الأرض فلن تؤذوا قاضي السماء. هناك قاض سيقضي بينكم. لماذا أذي الجد القاضي؟ ولماذا نودي نسل القاضي؟ على غيرة وحسد ونفس خبيثة وسحر وانتقام، كل هذا جرم وظلم وحرام. الله الذي علمه ورفعه وأعزه وقد مات، توفاه الله جل وعلا، وما ذنب الأم والنسل، وما ذنب أخواتها وإخوتها، بما تكون الأذية لكل من جاء من نطفة الجد، من نطفة القاضي، من عرق القاضي، من نسل القاضي. سحر بالأفاعي والحيات والعقارب وذوات السموم، سحر بالحياة والعقارب وذوات السموم، سحر الفراعنة، أسحار الفراعنة، سحر الفراعنة، أسحار الفراعنة، بسم الله يضل، سحر الفراعنة، أسحار الفراعنة، بسم الله يضل، سحر المومياء على المومياء، سحر المومياء على المومياء، بسم الله يضل، سحر الفراعنة على الفراعنة، سحر الفراعنة على الفراعنة، بسم الله يضل، سحر الفراعنة على الفراعنة، سحر الفراعنة في قبور الفراعنة، في قبور الفراعنة، بسم الله يضل، في بلاد الفراعنة، 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 بسم الله يضل، سحر الفراعنة، سحر الفراعنة، سحر الفراعنة، في
التنين والفضائل في الأهرام والفضائل سحر الفضائل بسم الله يقبل بنصوب الفضائل بصليب الفضائل بقبضة الفضائل بسم الله يقبل سحر الفضائل بثعابي الفضائل بثعابي الفضائل بثعابي الفضائل بثعابي الفضائل بثعابي الفضائل بثعابي الفضائل بتماسيح الفضائل بتماسيح الفضائل بسقوط الفضائل بنصوب الفضائل بطير فضائل بطير فضائل بمخلوقات الفضائل في أزهار الفضائل في معابد الفضائل في كهوف الفضائل في أهرام الفضائل بسم الله يبطل سحر الفضائل سحر الفضائل سحر الفضائل سحر الفضائل في ظلام الأهرام والفضائل في ظلام الأهرام والفضائل في ظلام المعابد والفضائل في ظلام المعابد والفضائل جناهم الله ولب 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 بأسهار الفضائل بأسهار الفضائل ولب 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 بأسهار الفضائل على الأجداد على نطف الأجداد على نطف الأجداد على الأجداد ونطف الأجداد في حمل الأجداد في ولادة الأجداد في حمل الأجداد في ولادة الأجداد على أبناء الأجداد وأحفاد الأجداد على بنات الأجداد وحفيدات الأجداد بسم الله يبطل سحر الفضائل أسحار الفضائل سحر الفضائل أسحار الفضائل سحر الفضائل أسحار الفضائل بسم الله يبطل سحر الفضائل أسحار الفضائل للأبائس أبائس فراعنة أبارسة فراعنة أبارسة فراعنة أبارسة فراعنة أبارسة فراعنة أبارسة فراعنة ملوك فراعنة أبارسة فراعنة ملوك فراعنة عباد شمس فراعنة عباد قمر فراعنة عباد نهر فراعنة عباد نور فراعنة عباد طير فراعنة عباد دم فراعنة 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 شياطين فراعنة شياطين فراعنة أبارسة 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 فراعنة بأسحار الفراعنة بأسحار الفراعنة بأسحار الفراعنة بكراس الفراعنة بعراش الفراعنة بتيجان الفراعنة بصلجان الفراعنة بسم الله يسمع ملكا كبيرا يحمل صلجانه على عرشه وكرسيه فاسمع واعلم فاسمع واعلم إن الله يسمع كلامه سبحانه وتعالى قال هي عصايا أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى اسمع واعلم قال ألقها يا موسى ألقها ألقها يا موسى ألقها بأمر الله ألقها بأمر الله هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي هي عصا بأمر الله ألقها يا موسى بأمر الله ألقها ألقها يا موسى ألقاها موسى ألقاها موسى ألقاها موسى ألقاها بأمر الله بقوة الله وعظمة الله ويقين في الله
ألقها يا موسى. تأمل أيها المؤمن، ألقها يا موسى. هي عصاي لكن ألقها يا موسى. هي عصا، هي جامد عصا، لا حركة لا سوق فيها، ما عسها أن تنفع. ألقها يا موسى. نراها عصا، ألقها يا موسى. ما هي إلا عصا أتوكع عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، سنجعله بتلك المآرب الأخرى. ألقها يا موسى. فألقاها موسى، كانت حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قل لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا الله توقف ما يفكون. سبحان ربي العظيم. رأوها أمام أعينهم عيانا، صحوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما ظن كبار صحة فرعون أن موسى سيأتي بشيء أعظم مما جاءوا به، فإن كان هناك سحر يعلم ويعلم فهم عليه، فلا أحد أشد منهم أو أعلم منهم علما فهم عليه. لكن جعل الله له الحكمة والنور والوحي والقوة والبرهان بعصا أمام أعينهم تأكل وتلقف ما يأفكون. ليسوا على شيء، فألقي السحرة ساجدين سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يا الله آمن الله في ثوان أقوام كانوا يرفعون السحر وكانوا ينصرون الكفر، فجاءوا إلى الله عز وجل بالسلم والإيمان، لأن الله جعلهم آية مما جنس ما يؤمنون به، كما جعل الله القرآن آية مما وهم كانوا يعظمون من بلاغة وفصاحة وبيان. نعم الثعبان الكبير يصعد بقوة، الثعبان الكبير يصعد بقوة. نعم أيها الثعبان، أنت ملك الصحراء، قيدوم الصحراء، كبير الصحراء، قائد الصحراء، زعيم الصحراء. اسمعها، كان فيما كان قبلكم ملك وكان له ساحر. هي قصة تكرر في كل عهد في عالم السحر، في عالم الكفر كما بينها صلى الله عليه وسلم، كانت قديمة في عالم الإنس. فلا يسوسون ولا يقولن إلا بسحرتهم، إلا بكفرهم. قوة خفية ضاربة في القدم، الفراعنة من رأسها ورؤوسها، الفراعنة من أصلها وأصولها. فراعنة سحر موسى، سحر موسى. نعم إنكم تأمل فتأمل، سحر اليهود محمد والفراعنة سحروا موسى. قال الله أكد يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحر الأعين، وظن الناس مع إيمانهم بربهم أنها فعلا تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم أثر، واليهود جاءت بسحر عظيم أثر، لكن كل بقدر الله. فكانت العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والحمد لله رب العالمين. فاسمعوا واعلموا، اجعلها قاعدة. ألق ما في يمينك، اليمين المباركة، بتسبيحها وذكرها وصدقاتها ورفعها ودعواتها. ألق ما في يمينك، ألق ما في يمينك، ألق. وتأمل معها قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأذكر ملكا عجوزا كبيرا أذكر ملكا عجوزا كبيرا ملكا عجوزا كبيرا أذكر ملكا عجوزا كبيرا يسمع الآن ويرى. تعلم أنك ظلمت البيت أيها الفرعوني، تعلم أنك ظلمت البيت، تعلم أنك ظلمت البيت، تعلم أنك جعلت على رقابهم حيات وجعلت على رؤوسهم حيات وجعلت كذلك على صدورهم حيات وجعلت على في وسطهم حيات وجعلت في أيديهم وعلى أيديهم حيات وجعلت على الأقدام حيات بل العورات والسوءات حيات جعلت داخل البدن حيات وخارج حيات وكل ما يعلم صل الوطيدة العظيمة القديمة مع الفراعنة وملوكها وأمرائها وأميراتها وملكاتها مع الحيات حيات حيات النيل تماسيح النيل حيات المزارع حيات المزارع تماسيح المزارع وذكر حينما أقولها هكذا يطير ويغوص ثعابين المزارع ثعابين النيل ثعابين النيل ثعابين النيل العظيم ثعابين النيل العظيم ثعابين النيل العظيم ملوك 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 النهر العظيم وملوك الوادي العظيم ملوك النهر العظيم وملوك الوادي العظيم ملوك النيل العظيم وملوك النار ملوك النار في المعابد في المعابد في المعابد في المعابد في المعابد ثعبان عظموه في النهر والواد في النهر والواد وفي المعابد على الأقداح والأزلام والدم نعم ثعبان عظم كثيرا وهو ملك عظيم بالملوك الفراعنة جاءوا به بأسهار عظيمة فجعلوه على الجد قال أنا لها قال أنا لها وكل من سيأتي بعده سأختار المطفة التي تناسبني فأسكنها ومنها أنشر سنة وسحرا فتنة سوادا وعذابا نعم فاخترت هذه المطفة اخترت هذه المطفة ابكي اخترت هذه المطفة أما عذبتها أما عذبتها أما عذبتها فاخترت هذه المطفة بعدما سقط كثير جاءت بقدر الله وبعدها أسقطت الكثير فأوقفت حبلا لم يعد بقدر الله فراعنة النيل تماسيح النيل ثعابين النيل حياة النيل سحرة النيل على الأجداد على الأجداد على الأجداد على الأجداد على الأجداد دوران 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 على الأجداد تشرب الدوران الشديد الدوران العظيم أنت قائد وأنت ملك وأنت كبير فقلها لله جل وعلا لقد جل الله تعالى الفضل والنور والهدى والخير في البيت وفي الأبدان كشف المستور والسر وجاء الله تعالى بالبشر فله الحمد في الأولى والآخرة وجاءكم البشير وجاء البشير والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما الله أكبر رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
ومن كل شر مارد. يا الله والله إني أطلب الإسلام، إني أطلب طريق الإسلام، أراك بفضل الله تعالى طريق الإيمان، أراك بفضل الله جل وعلا طريق الإحسان، أراك بنور الله تعالى طريق الإسلام وقريبنا الإيمان وقريبنا الإحسان، أراك بفضل الله قريبا تكون ملكا بإذن الله جل وعلا بما أوت من قوة الله جل وعلا، أن تكون بفضل الله تعالى قريبا في الحق. نعم هكذا هي أخي صالح الملوك والساسة والملوك والقادة والملوك. الملك لا يكون جبانا ولا يكون غشا ولا يكون كذابا ولا يكون بخيلا، لأن الله أباه بما فيه عزة ورفعة وجرأة وإقدام وقوة وسعة وغنى. اسمع واعلم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد 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 لواحد. رواهم بفضل قلب الإسلام. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد. والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد، رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق والصافات صفا 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 والصافات صفا 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 والصافات 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 صفا فالزاجرات زجرا 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 فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. أسلم لله ملك كبير، أسلم لله ملك كبير، أسلم لله ملك كبير، أسلم الله هنا ثم أسلم هنا، أسلم هنا ثم أسلم هنا، أسلم هنا ثم أسلم هنا، أسلم لله ملك، أسلم لله ملك هنا وهنا هنا وهنا، أسلم لله أسلم لله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إلا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا به كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب واصب إلا
فأتبعه شهاب شهاب ثاقب فأتبعه شهاب شهاب ثاقب جزى الله من أسلموا لله خيرا جزى الله من أحسنوا في البيت والأبدان خيرا جزى الله من فكوا العقد والأسرار خيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. فشارق إلا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. في موسيك وعند أمامي دوار تسمح وقد تأملت فيها حينما جئنا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كنت تلمح وتبصر وترى في هذه الآية من أسرارها وقوتها أن لا شيء ينفعك مما سلبت وأخذت من نسل وسلالة من قاض وجد وأم وأحفاد يوم القيامة. أما التوبة فإنها تجب ما قبلها وعفى الله عما سلف. وقل لعبادي يقول يا أحسن إن الشيطان يزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا قولا وعملا. هيا الى الله جل وعلا الى كبير يسمع الان الى كبير يسمع الان. هيا الى ربك سبحانه واقبل على الله جل في علاه. اعلم ان المربى العظيم الذي اخرجكم من اسوار ومن جحور وقلاع اخرجكم الله تعالى بعدما كنتم في غيابات وظلمات. فمنكم من اهتدى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربكم هو أعلم من اهتدى وأعلم من ضل سبيلا. فهي إلى الله أيها الكبير أيها القاضي أيها الطيار أيها الغواص أيها الملك. هيا إلى الله جل وعلا وقلها لله طاعة. لقد أجرمت وعذبت وأذيت. قلها لله سبحانه وتعالى وقل لله تعالى إني أسلمت وآمنت وأحسنت. قلها لله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فبسم الله تفكوا أوتان وأعمدة وأسحار وأسرار الثرى والتراب والباطن في هذا البيت وعلى سقفه وسمائه في هذا البيت وعلى أركانه وجوانبه في هذا البيت في داخله في هوائه ومائه وأباده في هذا البيت. أؤمروا بأمر الله تعالى كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فهي إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إنه الله كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إليك أيها العظيم أيها الكبير أيها الثعبان المبين أيها الثعبان العظيم، جلاكم الله في الأبناء في البنات في البيت، طاعة لله تعالى بكم من دمع وخشع وأسلم، وبكم من خرج، وبكم من تجلى لأول مرة، ونواصل السير بإذن الله، ونواصل مرة وكرة حتى ترفع راية الإسلام في كل جهة وفي كل قبلة. قولوها لله تعالى، قولوها لله جل وعلا يا معشر الجن، قولوها لله جل وعلا يا معشر الجن، الحمد لله. قولوها لله تعالى يا معشر الجن، قولوها لله تعالى، وتأمل في قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى بفطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ايها الملك العظيم ايها القائد العظيم، كن ملكا قويا بامر الله، كن عدلا بامر الله، كن منصفا بامر الله، كن خيرا بأمر الله، كن جوادا كريما بأمر الله، على أيديك بإذن الله يبلغك أصحاب، وتنصر بفضل الله تعالى أبدان، وتشفاعل أسطار، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على محمد. قولوها لله بقوة يا معشر الجن، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يرفعونها عاليا بالصلاة على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد، صل الله على نبينا محمد وعلى آل محمد، صل الله على نبينا محمد وعلى آل محمد، صل الله على نبينا محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيل. إليك أيها الملك، أنت تدعي ربك، جاء قبلك من جاء بالإسلام، وهذه رسالتي إليك بإذن الله تسلم رب العالمين. تقول لله طاعة، فإن هو الذي جبلك وزينك وحافظك، أن كنت عليه عظيما في صباه وفي صغره، كنت قويا عليه في صباه وفي صغره، قويا عليه في علمه وفهمه وذكائه وسيرته، صح؟ تقول نعم، قويا عليه منذ الصغر والصغر، تريد كل ذلك معه بلاغه وسواس اسمه فالراس، فالراس بلاغه، ولهذا اعجزت الاطباء
بلاثة ووسواس ونسيان، تسكن وقتها تسكن في الرأس. تحيي إلى ربك، انظر من دونك يبكو ويفر من التوحيد في يديه في القدمين، بكاء بعد بأس بعد بأس، خرج ظهر طريق آخر بإذن الله جل وعلا. وأنت الآن بإذن الله تكلم معنا كبير، قلها لله طاعة، قل لقد عذبته وظلمته وآذيته، قد حاربته وسوست له وعزلته في البيت، قلها لله جل وعلا. وقل أعاهد الله سبحانه وتعالى أن أصلح ما أفسدت بالعين بالحسد بالنفس الخبيث بالأسحار. نعم، ما جاءوا به عين سامة. فبسم الله مذكر، فبسم الله مذكر تلك العين التي أنت تراها وتبصرها بالإنس وبالجن وبالشيطان، تلقى بأمر الله تعالى. فكن جندا من جند الله الذين يسعون في سعي الخير، فتلقى على أيديهم، تلقى على أيديهم وتفك تحل العقد على أيديهم بإذن الله جل وعلا. أيها الملك، أتسمعني؟ تسمعني؟ نعم، بابتسامة طيبة مباركة إن شاء الله، وبإخبار بإذن الله أنت تراني وتسمعني وتقبل بجلسة الملك قدم على قدم، مع حركات لكن مع سكون، مع اتزان، مع نظر، مع بصر، مع رؤية واضحة بإذن الله تعالى. ما الذي يمنعك من الإسلام؟ هل هناك من يمنعك؟ أيمنعك أحد؟ أيحبسك حابس؟ شيطان الذلة، شيطان التعطيل، شيطان الذلة والتعطيل، شيطان الذلة والتعطيل، شيطان قوي، شيطان قوي. بسم الله اطلعه بالشياطين والأبارسة حول البدن، خارج البدن. بسم الله تقبل عروض الأبارسة خارج البدن وحول البدن. بسم الله تقبل عروض الأبارسة. 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 بسم الله تقبل عروض الأبارسة حول البدن خارج البدن حول البدن خارج البدن. بسم الله تقبل عروض الأبارسة عروض الأبارسة عروض الذلة عهد الذلة عهد الذلة عهد الأبارسة حول البلد خارج البلد. للذلة للذلة على النص والسلالة، 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 للذلة في البلد حول البلد في البلد حول البلد في البلد حول البلد في البلد حول البلد في البلد حول البلد. بسم الله 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 بسم الله. لقد كرسي عظيم للذلة من جاب شيطان من جاب شيطان من ساحر شيطان من ساحر شيطان في بلد حول قاعدة ساحر عليم ساحر عليم ساحر عليم. سحر بذلة سحر بذلة سحر بذلة سحر بذلة سحر بذلة. يقال 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 بسم الله يقال 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 بسم الله. سحر بذلة 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 يقال بسم الله. سحر بلا 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 يقال بسم الله. في بلد حيدا خاجلا في بلد حيدا خاجلا. سحر بلا يقال بسم الله. سحر سحر شدة سحر شدة سحر شدة في خفاء شدة قبيا في خفاء أشداء أخويا في بيت في بيت من أخويا في بيت أخويا في بيت أخويا حبلا أخويا. سحر دلة سحر دلة أصحاب دلة سحر دلة سحر دلة أصحاب دلة سحر دلة أصحاب دلة. تقبل بسم الله تقبل بسم الله تقبل بسم الله تقبل بسم الله. أصحاب دلة أصحاب دلة بالقوة بدلة بالقوة بدلة بالنجوم بدلة بالشمس بدلة بالنهار بدلة بالرمية بدلة بالفراعنة بدلة مع الموتى بدلة بقن الشيطان بدلة بعين الشيطان بدلة بالرحمة بدلة. سحر بدلة حتى الموت 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 بالنسي بدلة بالنسي بدلة بالأمة بدلة بالأمها بدلة بالأمة بدلة بالطير قل بسم الله قل بسم الله. عهود لا ترى حول البيت لا ترى حول البيت لا ترى كرم البيت لا ترى في ثمار البيت في ثمار البيت لا ترى في نهي أهل البيت لا ترى في أثاث البيت لا ترى في البيت البيت لا ترى في الأبدان 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 لا ترى حول الأبدان لا ترى حول الأبدان لا ترى. سلاسل ذلة سلاسل ذلة سلاسل ذلة سلاسل ذلة سلاسل
أشهد أن لا إله إلا الله، 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 وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. نعاهد الله أن نصلح ما أفسدنا، أن نصلح ما أفسدنا. نعاهد الله أن نتعاون على البر والتقوى، على البر والتقوى، على البر والتقوى، طاعة لله وطاعة لرسوله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعاهد الله، نعاهد الله أن نفك الأسحار، أن ننقل الأسحار، أن نفك الأسحار، أن نطل الأسحار، طاعة لله، طاعة لله، وطاعة لرسوله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله نعاهد الله، بسم الله نعاهد الله، بسم الله نعاهد الله، بسم الله نعاهد الله على البر والتقوى، على البر والتقوى، على البر والتقوى. بسم الله نعاهد الله، بسم الله نعاهد الله، بسم الله نعاهد الله على البر والتقوى، على البر والتقوى. أن نبطل الأسحار، أن نبطل الأسحار، أن نبطل الأسحار، أن نطرد الشياطين الكبار، أن نطرد الشياطين الكبار. طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا إنسان وجنا، نسأل الله تعالى أن يعيننا بفعل الخيرات والقربات والطاعات والصالحات. اللهم اشرح صدورنا واهدِ قلوبنا واحسن قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل البيت مباركا، اللهم اجعله ربنا محفوظا بحفظك، اللهم اجعله مباركا، اللهم اجعله مباركا. اللهم ربنا اجعل البيت في حفظك ومعيتك، اللهم اجعل جانا من خير خلقك وجيشك وجنودك يا رب العالمين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، الحمد لله على ما نرى ونسمع، الحمد لله على المبشرات والخيرات. فيا باغي الخير اقبل، يا باغي الخير في الام والاب اقبل، في الأبناء والبنات أقبل، في البيت أقبل، طاعة لله تعالى وصلى